رايكم متابعي الاوفياء في قناتكم اخطاء بي قناه ديال الزربيه التركيه. فمرحبا بكم، اليوم جبنا لكم الكاليتي ديال لي طابي الرومي الهوت غام، يعني احسن مكان في الزربيه التركيه. بالنسبه للموقع ديالنا كتواجدوا بالولفه، حي الولفه، يعني حدا المارشي ديال الولفه. يعني اللي بغى شي حاجه ما عليه الا ياخذ سكري ديال طابي ويتصل بالارقام اللي عندك على الشاشه. فارقام ديالنا هي 06 11 98 63 51 07 07 29 49 49. شوف معايا الكاليتي ديال الطابي، اللهم بارك، يعني الديزاين واللوك في الزربيه راه كدوي على راسها اونتيطاج اونتي ديغابو. بالنسبه للقياسات اللي فيها كيف ما غتشوفوا معايا، يعني القياسات اللي متوفرين في هاد الطابي هادي، فراه هما كاينه 3 على 2 و2.5 على 3 و2.5 على 3.5، دونك والقياسات اللي صغار منهم. دونك هادو هما القياسات اللي متوفرين. اللي بغى شي طابي ما عليه الا ياخذ السكرين ديالها ويبارطاجي لينا في الواتساب. بالنسبه للوان اللي كاينين، يعني هادو كاليتي ما نعاودو هضره، يعني كاليتي مزيانه اونتي دي غابو. لونتروتيان ديال الطابي راه ساهل، والراماج ديال الطابي 3 دي، يعني 2 شوفات اخر ما كاين في الزربيه التركيه. فمرحبا بالجميع، اللي بغى شي حاجه ساهله حتى في يعني في الصابون ديالو في لونتروتيان ديالها. بالنسبه ل 3 على 2 كنحسبوا لها 1680 درهم مع التوصيل المجاني. فمرحبا بالجميع، يعني ديال الطابيه. كنذكر الناس وكنوصيهم على يعني هذوك اللي كليون اللي كيعيطوا لينا، صراحه كيبقاو فينا صراحه. يعني كيعيط لك كيقول لك راه خديت واحد الزربيه ب 400 درهم ولا 600 درهم فيها 3 على 2، كيضرب بها سيمانه ولا 2 سيمانات كدا تنسليه، وهذا بدا تهبط ليه الغبره. فكيتشكاو من هذا الشيء وكنوصيهم، يعني بلي باغ ديال اللي كليون اللي عيطوا ليا كيقول لك هل طرا ليا الزربيه ديالي واش كاين شي حل. الحل راه كنقول لهم ما كاينش، يعني نورمالمون الزربيه الا مشات حتى الشعره ديالها بدات كتنسل ما بقى لها حل، واش فهمتي؟ يعني الا تاخذ شي حاجه اوريجينال اللي غادا تمشي لك مع الصالون ديالك. فمرحبا بالجميع. بالنسبه للالوان اللي كاينين في هاد الموديلات، راه متوفرين فيهم هاد اللوينات كاملين. بالنسبه للقياس الكبير ديالهم هو 2.5 3.5. اللي بغى شي قياس مرحبا به، 1.63 متر 3.5 4، القياسات كاملين 2 على 3 2.5 3، فرا كاملين متوفرين. بالنسبه ل 3 على 2 كما قلت غتبقى لكم غير ب 1680 درهم مع التوصيل. بالنسبه الموديلات راه باقين، اللهم بارك. شوف معايا الطابي هادي تبارك الله، هادي فيرساتشي جديده اخر ما كاين عاوتاني. بالنسبه للقياسات كما قلت لكم من 1.20 متر 1.80 حتى 2.5 3.5. بالنسبه شو الطابي تبارك الله كديره، يعني ضد الحساسيه 100%. انا كندوي على الكاليتي، يعني لا غام ديال الطابي لا هوت غام، اللوينات اللي فيها كاينه هذه بالدوغي والباج، وكاينه هذه بالمارون والدوري. فرا ما شاء الله لا غام ديال الطابي والديزاين راه كيدوي على راسو، يعني حتى الخيط العقده ديالها من هنا اللور ما كاينش، العقده يعني جايه شارجي بزاف، يعني العفطه ديال الزربيه راه تبارك الله اللهم بارك. يعني هانش تخشي صبعك هنا ما تلقاش الخويه. فهذا هو علاش يعني كتبقى لا غام ديال الطابي تركيا احسن من ديال البلاد. فمرحبا بالجميع، وكاين الديزاين تا هو المارو ديالو. دونك حاول تزرب باش كاع لي كليون اخ طابي يشوفوا الجديد ديال الزربيه التركيه. شو هاد الديزاين تبارك الله. بالنسبه للقياسات كيف ما قلت لكم في هاد الموديلات هادو راه متوفرين كيف ما تشوفوا معايا هنايا. اللوينات اللي وريتكم يعني كيجي بالراماج ديال المارون
والدوغي في هذه الاولى وفيها الدوغي والباج سيك، وكاينه هذه حتى هي اللي الفيرزاتي حتى هي كتجي من هذا القياس هذا ديال المتر 20 على متر 80، وكاين القياس الاخر اللي ليه، وكاين حتى اللون البينك. وعليكم السلام ورحمه الله. اللون البينك حتى هو موجود، راه متوفر فيه القياس كيف ما قلنا. بالنسبه للي كاليتي راه مكتاه، الناس اللي وصلونا على الباج والدوغي يعني انسيستاو عليه في لي كومونتير ديالهم، فراه هو متوفر بالنسبه للي سيجور وبالنسبه للتفريشات البلديين. فمرحبا بكم. بالنسبه للديزاينات هاد الموديلات هادو اللي كنوريكم فيهم من 3 حتى 6، يعني 3 في العرض و6 في الطول، اللي بغى شي طابي مرحبا به. وفي جميع القياسات كاين عاوتاني هاد الموديل هذا. هادو بالنسبه للمتر كاري غنحسبو لهم غير 270 درهم. هنا كندوي على الكاليتي يعني الطابي، بالنسبه للناس اللي كيبارطاجيو لي زوتر كاليتي فاحنا ما منعهمش يعني، الله يسهل عليهم. فراه هاد الكاليتي ديال الطابي راه كدوي على راسها، الزربيه راه اوريجينال تركيا، يعني فرش وصبن ضرب العام والعامين، وديك الساعه دوي معايا ورجع عندي باش تقدا عندي. ما يعني كاينين الدوزيام ديالهم في الموكب، هذا هو الاشكال اللي واقع حاليا، كياخذوا الناس وكيتشكاو منه كيقول لك راه عطيني موكب. مي دوري دي طابي اوريجينال تركيا. بالنسبه للوينات كما قلنا الباج والدوغي، كاين هاد اللون حتى هو الباج والباج طوب، يعني كيجي في لي سيجور. شو اللهم بارك ديزاين ديال طابي، وفيها كاع القياسات من متر 60 على 6، متر 60 جوج على 6، جوج ونص على 6، 3 على 6، يعني كاع القياسات متوفرين عند اخ طابي اللي بغا شي طابي مرحبا به. بالنسبه لهاد الطابي هادي حتى هي رائعه، الناس اللي يعني خداوها شكرونا عليها صراحه. هاد الطابي فيها جميع القياسات، وبالنسبه للقياس الطول ديالها يعني من 3 حتى ل 10 متر اللي بغا شي طابي من هادي. والكاليتي راه ما نعاودها هضره، يعني الاوريجينال بامبو لا توش ديال الطابي راه كدوي على الزربيه. ومرحبا بكم. بالنسبه للبخي ديالهم 270 درهم مترو، اللي بغا شي حاجه مرحبا به. كاين هذا الموديل حتى هو رائع، يجي في هذا الرماج حتى هو، يعني مرحبا بالجميع. الكاليتي ديال الطابي الاوريجينال تركيا، هذا هو علاش كندويو، يعني اللي بغا شي طابي مرحبا به، صبن ورد عليه كاليتي والكونتيتي. فمرحبا بالجميع. بالنسبه للبخي كما قلنا 270 درهم. كاين هذا الموديل هذا فيرساتشي، حتى هو في لا تيكستور بامبو، يعني كندوي ديما على الاوريجينال ما كندويش على يعني الدوزيام ولا هذا. فمرحبا بالجميع. بالنسبه للمتر كاري 250 درهم بروموسيون، اللي بغى شي طابي مرحبا به. بالنسبه للزواقات ديال رومي فراما متوفرين، يعني اللي يبغي شي لون يعني في التيركوا في البلو في الباج طوب، يعني كاين المشجر فيه في البلو والدوغي، كاينين دي كاليتي اللي متوفرين عند اخ طابي، يعني كليان ما يسهلناش الوقت باش نوريو كلشي. بالنسبه للبلدي اللهم بارك، يعني راه كاع لي قام كاينين، فمرحبا بكم ما تدخلوش لنا بالشراكات. بالنسبه للموقع ديالنا فراغ الولفه، جي حدا المارشي ديال الولفه كاين البنك الشعبي اللي سولتي راه يوريك اخ طابي. فمرحبا بكم ومرحبا بالجميع.